السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم من جديد. معاكم أيمن النجار من قناة حقق حلمك. النهاردة بإذن الله هنعمل إيداع جديد في موقع الاستثمار الروسي. هندخل ونشوف هنعمل إيداع إزاي ونشوف إعدادات المحفظة، بس بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم تاني، اهلا بكم مجددا. ندخل نشوف الموقع ده، الموقع اللي احنا هنعمل فيه ايداع النهاردة ان شاء الله. هندخل نعمل الايداع الاول، وبعد كده هنبتدي ان احنا نشرح على السريع كده الاعدادات بتاعة المحفظة. طبعا اول حاجة احنا هنعملها هنروح على فوق، هيبتدي يحولنا على صفحة علشان ابعت منها الايداع. هنا هنسيف الباير، وهنا طبعا هي الخطة الاولى. الخطة الاولى 100 روبل هيديني 200%، الخطة التانية 400 روبل هيديني 235، الخطة التالتة 1000 روبل هيديني 290، لحد 15000 760% على الايداع. طبعا انا سيفت هنا كده، هكتب هنا 150. ال 150 هنعمله حوالي 300. هنبتدي ندوس هنا فوق علشان يحولني على الصفحة اللي هاخد منها رقم الباير. ادي الصفحة، هناخد من هنا رقم الباير، هناخده كوبي وهنتوجه بيه على المحفظة بتاعتنا علشان نبعت ال 150. طبعا هنكتب هنا الباير، واحد لازم نتأكد ان هنا روبل وهنا روبل، وبعد كده هنكتب هنا 150 برضو. لازم نكتب المبلغ ده زي اللي احنا كتبناه هناك في الموقع. هنبتدي نضغط هنا موافق، هناخد الاي دي ده اللي هو اثبات السحب او اثبات الدفع، وهنروح بيه على الموقع هنعمل له لزق هنا، وبعد كده هندوس فوق. هيبتدي ان هو يحولني على الموقع علشان يقول لي فعلا اهوت ان الايداع تم بنجاح. تمام كده، ادي 150 اهيت اتحولت بنجاح. هندخل دلوقتي نشوف الاعدادات بسرعة. اول حاجة هنا العلاوة، دي لو عندك قناة على اليوتيوب هتبتدي ان انت تعمل فيديو شرح للايداع، وهتبتدي بعد ما ترفعه على اليوتيوب تجيب الرابط بتاعه وتعمله لزق هنا وارسال عشان الموقع يديك من 60 روبل لحد 15000 روبل. اعدادات المحفظة هندخل هنا هنلاقي كل المحافظ اللي موجودة عندنا في الموقع، والموقع شغال بيها زي كده الباير وزي حاجات كتير موجودة. هتبتدي ان انت تكتبها هنا وتنزل تحت وتقول له حفظ عشان يحفظها. طبعا الباير بيعتبر احسن محفظة. الاحالات هتبتدي ان انت تاخد رابط الاحالة وتديه لاي صديق عشان تاخد منه نسبة من الموقع. التاريخ هتدخل على التاريخ هتلاقي كل الايداعات والسحوبات اللي انت عملتها في الموقع، هتلاقيها موجودة هنا في المكان ده. تمام كده اهوت، هنلاقي هنا حتى كل 8 دقايق بيديني هو الارباح بتاعتي، هتلاقيها موجودة هنا في التاريخ. هنبتدي نتوجه تاني على الودائع علشان نشوف الوديعة اللي احنا عملناها دلوقتي اخبارها ايه. ادي الوديعة اهيت 150 نشطة. انا كل طبعا ما هدخل الصفحة دي هفتكر 2400 اللي راحوا علينا موقوفين اهوت، 2400 ده الايداع بتاعي الاخير اهوت نشط. هنا لسحب الاموال ولسه ساحبين دلوقتي، وهنا الملف الشخصي، ودي كل حاجة في الموقع النهاردة معانا. ياريت لو الفيديو ده عجبك ما تنسانيش باللايك والسبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.